حتى بسيطة قادرة بالزرط. الحركة هذه ما شملتنيش، حركة الترفيه ما شملتنيش، لم تشملني لم أشخص من المسألة. معناها صحيح أني نحس روحي بي أنا معناها تعرفت المظلمة نوعا ما مقارنة بزملائي اللي وقع ترقيتهم وتوفر فيهم على أساس أنه توفر فيهم شرط الكفاءة والانضباط وهي شروط لا تعنيسني، وإنما هنالك بصراحة عديد من الزملاء اللي حالتهم أعقد من حالتي وحالي أهل من حالهم، ما وقعش لا ترقيتهم ولا إسعافهم بالمقدمة المطلوبة، والسبب واضح، السبب واضح أنه لم يتغير شيء. المعايير معناها المعتمدة هي معايير فردية ليست معايير موضوعية. بخلاصة الثورة هذه، الحركة هذه عفوا ليست حركة ترتقي إلى أمال الشعب التونسي، إلى الثورة التونسية. نفس الأسماء هي التي تتمتع بالامتيازات، تتمتع بالكراسي، بالنواقع المركزية، تدخلات معناها من القضاة التي كانت تسمع أصواتها في فترة بن علي فاعلة مع الأسف بعد أن سال الدم في البلاد التونسية بعد الثورة. أنا نحب نوصل مساج الشعب التونسي، راهو استقلال القضاء مش قضيتنا احنا بركه، راهي مظلم الشعب الكل، والحركه هذه يجب التصدي لها من كامل مكونات البلاد. هذا اللي نقول، انا ما قلقنيش معناها اذا كان ما ترقيتش والا حتى ما ترقاش عن الجيش، مش هذه المشكله ما ترقاش عندي انا، ولكن رانا احنا اذا كان القضاء اللي هو المطلوب منه باش ينطق بالحق، اللي هو مسؤول على تطبيق القانون، يكون هو نفسه حقه مهضوم ويقع لقمه القضاء وترقيتهم وتحريكهم معناها بدون شرعيه، هذا امر خطير بعد الثوره، وهم مسؤوليتي باش نبلغه. ما نحملش المسؤوليه بصراحه للوزير العدل والسلطه التنفيذيه، علاش ما نحملهالوش؟ على خاطرش وزير العدل في النهايه هو سلطه الاشراف، وجد نفسه معناها حسب ما صرح به على تخطيط هذه الحركه، ولكن انا نحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى للمجلس التاسيسي اللي هما السلطه الشرعيه في البلاد، اللي مع احترامي لجزء كبير من النواب اللي معناها استمات في الدفاع على استقلال القضاء، هذايا واقع يجب ان يتحمل مسؤوليته في الاسراع في احداث الهيئه المؤقته لانستونس بروفيزوار دو لا ماجستراتور، واحمل مسؤوليتي ايضا لجزء كبير من القضاة اللي افهموا الشرعيه على هذه الحركه اللي شرعيه.